تكلمنا بالمحاضرة اللي راحت عن موضوع السيستمز واحنا كيف هاي المرحلة راح نتعلم شلون راح نختار السيستم المناسب حسب البناية والفضاء الى اخره مثل راح تجينا تفاصيل كثيرة في المستقبل. احنا بنختار السيستم، شنو معنى نختار السيستم؟ راح نختار مثلا شكل السيستم هذا، شنو هي الممبرز الموجودة به، وكذلك راح نختار ايش قد ابعاد هذه الممبرز. يعني لا يمكن ان نقول اننا اخترنا السيستم بدون ما نفكر بما بابعاد الممبرز اللي تكون السيستم. مثال مثلا اذا واحد كان راح اختار سلاب وذاوت بيم مثل هذا اللي بالرسم الان او بالصوره طالع عندكم بالسكرين، هذا مثلا هذا شنو اسمه الان؟ فلات بليت، لما بي كل شيء لا بيم ولا كولوم كابيتال ولا دروب ولا اي شيء. زين انا اختار هذا السيستم، اختار السيستم يعني ما راح نكتفي بهذا القرار. نحسب سبان كبير مثلا 20 متر، راح حسب طلع مثلا سكر سلاب يحتاج مثلا 3 4 المتر بالحساب متر، احنا راح نقول هذا السيستم اختاريته مو مناسب. ليش؟ وزن صار كبير للطابق الواحد 100، شو المعنى؟ كلفه سموك بيكون كوما كونكريت كوما حديد، بينما لو يكون مثلا بي بيم ستاب وذ بي يرجع سبت ستاب يصير مثلا 20 اقل اكثر. لهذا ما نقدر نختار سيستم بس كاسم او كرسم بدون ما نختار شنو؟ دايمنشنز مال السيستم. شنو المقصود بالدايمنشنز مال السيستم وعلى اي اساس نختاره؟ بنقول مثلا دايمنشنز مال البيم، شنو يعني دايمنشنز مال البيم؟ ودرس من نقول دايمنشن مالت السلاب شنو نعني به؟ سمك فقط سمك السلاب. دايمنشن مال الكولوم اتجاه الطويل اتجاه القصير طول العرض وهكذا. اذا معناها اقصد بالضبط هي الدايمنشنز مالت الكروس سكشن مال المنبر. اوكي يعني شوي ما يصير سوء فهم انه واحد يصور الدايمنشنز مثلا الفضاء راح نقلها، لكن ليش الابعاد ضمن من؟ ضمن شيء اسمه الجيومتري، اسمه اللاي اوت اوف ذا ستراكشر. لكن هنا نحكي عن دايمنشنز اللي هي شنو؟ الكروس سكشنال دايمنشنز. مرحبا. شلون راح نختار هاي الدايمنشنز؟ حتى هي تنجح لنا اختيار السيستم او لا سمح الله بالعكس. الجواب بهذا العنوان اللي امامكم للمحاضره. كنترول اوف ديفليكشن. لذلك صحيح الكنترول اوف ديفليكشن it is a matter of serviceability requirements checking but the control of deflection always is the first step in the design. هي الخطوة الأولى دائما بالتصميم إن احنا نجي نشيك الديفليكشن وهو صح ضمن نقول المستوى الخدمي للمنشا او مستوى نقول السيفتي، لكن هو راح يحكم لنا الدايمنشنز. اذا هذه راح تكون احنا خلينا نخلي اول موضوع اولا لانه هو اول خطوه بالحركه العمليه بالتصميم راح يكون، وثانيا لان هو اصلا راح يصير مقترح طريق لاختيار السيستم مثل ما بنسال المثال انه عصب كل سلاب طلع كبير من هذا السيستم فلات بليت ولا بامبرز. واضحه الفكره؟ زين شلون نسوي كنترول اوف ديفليكشن؟ احنا الان درسنا كنترول اوف ديفليكشن درس كامل الصف الثالث اسمه كنترول اوف ديفليكشن. فرد واحد يقول لي الان شفتها من هذا الموضوع شنو سوينا الان؟ واحد يرفع ايده ويجاوب. اذا واحد منكم حاضر كل انا منكم ما حاضرين. راح اجيب واحد منكم. مصدر. ما حيتذكر شيء. شنو السؤال؟ شو تريد؟ شو رايد من عندنا؟ شلون نسوي كنترول اوف ديفليكشن؟ انا ديزاينر اليوم سالوني شلون اسوي كنترول اوف ديفليكشن؟ رجع اتذكر صف الثالث من نفس الموضوع بس القنوات العمل شنو نسوي؟ كنترول اوف ديفليكشن هو الطريق اللي حفوت به. اول خطوه امشي بالطريق شو اسوي؟ اسوي خط العزوم علينا احسب العزومه سبت العزوم بعدين شو احسب كل سلاب من العزوم؟ لا اول شيء احسب كل سلاب على حسب هذا السمكة حسب هذا العام سويته؟ العام كان يجي سؤال على الديفليكشن تشين. لا
عندنا كالكوليشنز واحنا نجي نحسب عزم القصور الذاتي نحسب اي افكتيف اللي بها انا كراكنج وبين اوكي بعدين بعدين ايه بالاخير احسب ديفكشن خش انتوا حشيتوا الخطوه الاخيره اي شنو هذا الجدول؟ شنو نسوي؟ احنا لازم نتعامل مع الامور كمفاهيم قبل ما نتعامل وياها ككالكوليشنز وديتيلز يعني شنو؟ يعني واحد مثلا يقوم بعمل الواحد واحد سده يمشي بالشارع يقوم بعمل يمشي راح يجي واحد مثلا يسأله اكيد راح يسأله انت وين رايح؟ هو رياضه عاد هذا الموضوع انه لا العب رياضه وهذا غلط لكن دائما هدف بس انا سويت هالسوالف شنو الهدف؟ اي واي افكتيف وانا تراكي كلها حتحسب ديفكشن وروح نقطه معينه ماكسيموم وروح اقارنه وياه والجدول جدول بي ليميتس شنو هي الليميتس هذه اكبر وحده شنو فد وحده من الليميتس يعني ليميت شنو هي الليميت ذاكرت نعم ذاكرت اي ايش قال 180 متر مربع اي بس انا اقارن على 10 اقارن شنو هي اقارن على 10 لك غاخذ واقارن الاتش ويا الارض هاي شنو شنو مو انت تحسب هاي مينيموم موجود اي شو يصير؟ لازم يطلع مقدارها اقل من المينيموم ناقص شو يصير؟ اكو ضغوط حتى تقيس استنى شوي هنا بالجواب اللي شوي بي خلينا نقول صح خلينا نعيد ترتيبه بالسيناريو الماضي من نقول كنترول اوف ريفليكشن تقول كل التفاصيل والصوره بالطريق. أنا عندي طريقة طريق إنه أنا أجي أختار dimensions لcross section بحيث the deflection لا حاجة لتشيك is control automatically واحدة تشيك هذا طريق طريق آخر لا أروح أحسب the deflection قيمته وأقارن ويا الليمت وأشوف تشيك لو ما تشيك فهي كده كنا نختار أحد الطريقين بس انتوا لو مخيرين بين لنا الطريقين وانتوا ايش لو اسمه الثاني؟ شيء صحيح فشيء شيء وحده في الطريق الثاني خلينا نفوت برضه الطريق الثاني نشوف شنو واجهه اسد يطلع لي اسمه هاي افكتيف تقول ضربت الاسد وخرته امشي خطوه لو يطلع لي نمر اسمه انا كراكن قول وخرت انا كراكن مثلا خلصت من عنده وهكذا امشي مجموعه من الكالكوليشنز المعقده اللي انا اشبهها بهذه الوحوش العرب. اوكي هذا الطريق فاضي نسوي راح انهزم سريع ارجع لوين؟ اقول الطريق الاول هو الصحيح. راح امشي بالطريق الاول صح اسوي مين ذكر الطريق الاول؟ صح واجه قدام اكيد استاذ سين شنو؟ ها؟ ايش اسوي بالطريق الاول؟ عافيه اجي اقول اشوف الليمتس مال الدايمنشنز اللي تحقق لي الديفكشنز مال شيء واحد فاجي اختار ديف اروح اكو تيبل يقول لي اذا كانت ليفر على 10 بس ام سبورتد على 16 اذا هو كل شيء اجي وين الليمت؟ اختار ديف مال تبديل اكبر من الليمت بعد هذا كل الطريق ما احتاج شو اختار دائما؟ الطريق الاول بس يجي ناس سؤال تعال يجي الكود خلط طريق لما اجي معماري يقول اخذ ديف اقل من الليمت انا مجبور اروح اواجه الوصول من الامور اوكي فاذا هذه هي الصوره من اقول لكم شنو كنترول اوف ديفليكشن شو نسوي شو تجاوبون لازم اتوقع منكم هذا الجواب انه احنا either calculate the deflection and check it with the limits or choose dimensions that satisfy the deflection control. واحدة من الاثنين لو تختار أبعاد هي تشيك الديفليكشن تلقائيا لو شو تسوي؟ تحسب الديفليكشن كنترول. مثلا احنا ايش راح نسوي هاي السنة؟ راح نعيد السيناريو بس اما السيستم العام اما سويت السيناريو فيم واحدة شي ون وي ستارت او شيء داخلي لا ايش راح نسوي هسه؟ راح نعيد
السيناريو وناخذ انه احنا شلون نشيك الديفليكشن بحيث بس ما راح ناخذ شلون نحسب الديفليكشن ونشيكه، راح ناخذ الطريق الاول السهل. موافقون على هذا الطريق السهل؟ هذا كله بزازين وفرو ناعم وكذا. جيد. زين. خلينا نشوف شلون راح نسوي هذه العمليه. لو احنا راح نجي خل اقول باختصار يعني قبل ما ابدي بالتفاصيل. شوفوا السلام هذا الان امامكم تيبل. شوفوا عنوان التيبل اذا تشوفون كتابه، هلا اكبر بعد ازوم اكثر. شنو عنوان التيبل؟ بس من ياخذ بس بعد شنو؟ اوف نون بري ستريس اوكي تو ويست وذاوت انتيريور. زين هذا مينيمم ثيكنس، مينيمم فور وات؟ مينيمم كنترول. معناها بين قوسين if you choose a thickness equal to this minimum or more deflection will be controlled. إذا اختار السمك هذا الجدول أو أكثر من عنده فلا حاجة لأن تحسب الـ deflection measurements. زين الشغلة؟ زين. الآن شو اللي نسوي؟ نريد نختار thickness أكبر من هذا المينيمم محاضرة. خلي نتعلم نشوف التابل بيكوما اشياء دروب بانل وما ادري ايش اتش بيم وتعريفات. خليني ارجع باعتبار احنا هاي الاشياء ما عرفناها بالتفاصيل. خلينا نشوف الان يعني شوية هم نعيد بعض التعريفات. احنا قلنا سلاب على اليسار اسمها هذا فلات بليت ما بيبين، اللي على اليمين استفاد السلاب حد ما بيبين، لكن واحد سميناه فلات بليت واحد سميناه فلات سلاب. ليش؟ لان واحد نبي كولوم كابيتال ودروب والثاني بي كولوم كابيتال ودروب. بالمناسبه هذا الثاني اللي هو على اليمين ممكن يكون بس كولوم كابيتال، ممكن يكون بس دروب، ممكن يكون اثنيناتهم. هذول كلهم شو اسمهم؟ فلات سلاب. طبعا تسميات والتعاريف مهمه لانه انت حتى تعرف تعامل من السيستم بالنسبه تعرف ما تتوجه يعني بالكود غير الكود بالربح في العملية كل شيء حتى تضيف سلاب. بعد شنو أكو سلاب with beam معروف إن سلاب with beam. أوكي. من شوي ندخل بتفاصيل أكثر. تشوفون الكولوم كابيتال والدروب بانل. خليني أنا أعرفهم بطريقة أخرى. حتى أعرف ليش ممكن هاي التعريفات اللي بالكود. أنا أقول دروب بانل هو زيادة في سمة السلاب فوق الكولوم. بينما الكولوم كابيتال وزيادة في أبعاد العمود جوا السلاب. عندي غرض من أقول لك شيء تعريف بلغة بسيطة بهالشكل هذا، عندي غرض. شنو الغرض؟ هسه راح أقولكم. من أقول زيادة في سمك السلاب فوق العمود، إذا الدروب بانل تابع للسلاب وتابع للكولوم. إذا هو سلاب. مازال سلاب. صح غير اسمه سمى نفسه دروب بانل، بس هو شنو؟ سلاب. بينما نقول الكولوم زودناه جوا السلاب فهذا كولوم كابيتال هو شنو؟ هو كولوم بس هو ابعاده صارت شنو؟ اكبر من الكولوم. هذا واحد. اثنين من نقول الان الكولوم كابيتال والدروب بانل اثنيناتهم سبورت، لو واحد منهم سبورت لو ولا واحد سبورت. تذكر العباره اللي انا قلتها بالتعريف. ها؟ شلون؟ يعني انا من اقول هو سلاب 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 سبورت هو سلاب، بس من اقول كولوم كابيتال هو زياده في ابعاد الكولوم، فالكولوم كابيتال معناها هو سبورت لانه هو كولوم اصلا، بس شنو؟ كبرت ابعاده، فالكولوم كابيتال سبورت الدروب بانل مو سبورت. هاي واحده من الاخبار الشائعه. يعني سيجينا كم بعد شويه يعني مثلا يقول الكود فيس اوف سبورت. بعض الطلاب يقولون شنو؟ ياخذون فيس مال دروب بانل. يعني سبورت بمعنى انه احنا الان بالكود هو اكو تعبير يقول سبورت، سنتر اوف سبورت، فيس اوف سبورت. فهنا السؤال من اكو دروب بانل ويقول مثلا فيس اوف سبورت، يعني هل هو فيس دروب بانل او فيس كولوم؟ بس الان مو سبورت دروب بانل. فاذا كنت عبارة سبورت لا تشمل دروب بانل.
تشمل شنو؟ الكولوم او الكولوم كابيتال او الوول مال السبورت. اوكي ستجينا ان شاء الله وتشوفون هاي بالتطبيق. زين هذه الان التعريفات حتى نقول لكم اياها، واكو هذا مقطع ايضا ماخوذ، بس خلينا نجي الان نتعرف على الدروب بانل والكولوم كابيتال بس من خلال فقرات الكود. نعرف التعاريف مالتي وهاي اللغه مالتي استعملها بسيطه وكذا، احنا راح نتخرج والحياه العمليه راح نتعامل مع الكود. مو شرط امريكان كود، هذا كود اصلا مش امريكان كود، هذا فيرجن بعد 10 سنين يطلع كود مال مثلا 2030. هذا الكود ليش تتعلم شلون شنو؟ نقرا الكود من الفهم واحد منهم. خلينا نشوف السنه شلون نقرا الفقره مالت الكود اللي عباره على الشاشه امامك. A drop panel in non-pre-stress slab. شوف كل فقرة. إذا أقول كل فقرة بالكود هي عبارة عن في الموضوع أو في القانون على الموضوع. والكود شنو؟ الفقرات شو يسميها الكود؟ يسميها provisions. كل واحدة مثلا provision number 824. provision هو الإنجليزية شرط اشتراط. شرط. هذا الشرط مرات ملزم، مرات هي خاوة، مرات جزء منه ملزم، جزء منه بسماحية كذا، هذا راح يبين من العبارة. بس هي هاي كل شنو؟ اشتراطات. ليش احنا قلنا الكود هو عبارة عن قوانين؟ والقوانين غرض منها ان تحمينا احنا من نصمم كل هاي قوى المحاضرة. فلذلك شلون راح نصمم؟ على مواد قانونية، على اشتراطات. للسلاب سوي هيجي، للبي هيجي، للديفلكشن هالشكل، هالطريقة تبعها عندما تتعامل مع الكولوم إلى آخره. إذا نسميها سلكتر، أول كلمتين بين هاي الفقرة أو هذا الاشتراط خاص بمن؟ شو مكتوب أول كلمتين؟ الدروب بانل. هذا خاص بمن؟ هذا الشيء اللي هو قلنا زيادة بسبب السلاب فوق الكولوم اللي المسمى بالدروب بانل. أوكي. بعشر إنهم بريستريس. طبعاً هل هذا الكود جزء منه خاص للنون بريستريس؟ هذا موضوع حجة أخير السنة اسمه بريستريس كونكريت. اللي هو إحنا ما نخلي حديد تسليح من الكونكريت. خلي كابلات كابل شو عليه شد مسبق الصب مسبق الشد. لذلك احنا نسمع نون بري ستريس يعني بي رينفورسمنت عادي، هذا اللي درسناه العام ولا الدرس هسه. لذلك هسه حاليا احنا نهتم بمن؟ بالنون بري ستريس. اذا احنا جايين صحيح بس اذا انا قريت دروب بانل ان بري ستريس كونكريت راسا فقط بدور على غير شيء. انا اريد دروب بانل بس وين مكانه؟ reinforced concrete. بس هو ما يسمي reinforced concrete، شو يسمي هنا؟ non pre-stress concrete معناها reinforced concrete. اوكي بس شنو؟ سلاب طبعا اكيد where used to reduce the minimum required thickness. خلينا نروح هنا سؤالنا شنو نفهم؟ وادري الفقره خاصه بالدروب بالكونكريت المسلح العادي هاي where used ما ادري شنو 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 تعطينا معنى؟ الإنجليزي وايد لغتهم طبعاً. شنو؟ يعني شنو إحنا شنو هاي شنو معناها؟ used to سبب الاستعمال مال الدروب. هاي الجملة الآن راح تجي راح توحي لك لأن الكود ده يقول لك أنت أصلاً ليش خال دروب من البداية؟ ليش ما سويت فلات بليت؟ هذا اللي هو كل شيء ما بيه سلاب بعد أو كورنر. إذا هذا غرض استعمال. شوف شنو الغرض؟ قروب مكتوب. ريديوس شنو قلل؟ إجهاد مكتوب. اقرأ الجملة الأخير يعني قصدي إلى حد أور. قروها إلى حد أور. يقدر يقول لي شنو يعني شنو الهدف من استعمال الدروب بانل؟ كونتينتين الله يخليكم. ها اذا جايبين الدروب بانل حتى شو نقلل؟ سمك السلاب. شيل الدروب بانل ثخن السلاب. اوكي هسه اور اعبر الاور لو واضحه الفكره جبنا دروب بانل حتى شو نسوي؟ اصلا انا ببدا بيت قلت سلاب سمكه 3 ارباع المتر متر مرفوض من ورا شنو؟ سمك كبير. قال لي لو نص متر اقول يا جماعه دخلنا دروب بانل بالاركان
الله يخليكم، حتى ينزل من نص متر الى علقه 20 سنتيم 25. اذا هذا خلي في بالك انه احنا جايبين الدروب بانل مو منظر، انما شنو؟ بس اور دائما هي شلون او من ادوات العطف. بس يا عطف اخو الحنان، يا عطف عطف التخييري، يعني انت او اما هذا او هذا، اما هذا الهدف او هذا الهدف اللي راح يجي بالجمله اللي وراه. شوفوا الهدف الثاني شنو؟ نعم، فاز الدروب بانل شنو يعني؟ واحد يرفع ايده ويجاوب. تفضل. شو نقلل؟ قلل فشي. ديفليكشن. وين وقت الديفليكشن؟ اقروها الى حد وذ 8 5 2 حد الوذ. شو نقلل؟ مين بده يقول لي؟ نعم. شو الحديد؟ انت راهن انت كنت تدور على الكلمه عن غير شنو؟ كيف حديد؟ عن غير شنو؟ تذكروا ما في واحد ما يحكي في حبوب. خلاصة أنا راح أجيب دروب بانل واستعمله بالبناية مالتي للسقف، أما حتى أقلل سمك السقف أو حتى أقلل الحديد، يا حديد الحديد اللي بالسقف بالمنطقة النيجاتيف، ليش ما غير هذا المكان؟ طبعا لأن دروب بانل هو سخن السقف، وين قلنا؟ دخلناه بالعمود، وبالعمود هذا يا حديد ما نيجاتيف مومنت، ما له علاقة بالبوزيتيف. أعيد، إذا نحن جايبين دروب بانل لنستعمله حتى يقلل سمك السقف أو يقلل حديد التسليح مال النيجاتيف فوق العمود، أو يعني أنا بصراحة لو يعجبني كان لو كاتب أند أور، مرتين غير فائتين، جايبين جايبين دروب بانل خسرانين ومسوين دروب بانل، فممكن شنو؟ الثير. اوكي، لحد الان الكود ممتاز جدا، يعني عرفنا الدروب بانل وشنو فائدته. بعد خلينا نكمل شنو؟ شال ساتيسفاي اي اند بي. هذا الحكي اللي ثمن راح ندفعه. شنو يعني؟ يعني حد يحقق هاي الفوائد الدروب بانل. مو اي شيء جوا السقف تشوفوه هيك طالع تقول هذا دروب بانل. اكو اي اند بي لو اي او بي. اي اند بي. شرط لازم يتحقق. اذا ما يتحقق هذا جوا السقف طالع اللي هو الزياده مو دروب بانل يا جماعه. ايش اللي يقول الكود؟ فراح نسال الكود بعد شنو؟ يسموه شيء معلق، ثريا، شراغون، زينه، ما صراحه يقول عزكم خالدين. احنا حكينا غرضين من غرض الانشائيات خاصه بعملنا كانشائي. والله اكو معماري راد انه هنا فد منظر، فد تاج بالعمود، فد ديكور، فد كذا. هذا يفيدنا؟ ما يفيدنا الا شنو؟ اي وبي يتحقق. شنو اي وبي؟ ما لذلك لازم نغير نظرتنا. من باوع نشوف اي شيء طالع جوا السلاب نقول هذا نفسه شنو؟ دروب بانل. الا نشيك شنو؟ الاي والبي. اتفقنا؟ اوكي زين، خليني ما اروح على الاي والبي، خلي اقفز على هاي الفقره حتى ارجع للاي والبي. انا بعد اعلمكم شلون تقرون الكود. هاي فقره خاصه بينا. الشيء اسمه شنو؟ كوا سامع الشيركاب؟ كنا ما سامعين الشيركاب. شنو هذا الشيء؟ بصراحة خلينا أقول لكم السر، هو الدروب بانل نفسه بس غير الاسم، يسمى نفسه شيء من الشركة. هي شو مسوي جريمة وفر من العدالة؟ غيرها. لأنه دورة هنا كمل باقي الفقرة، روح على السريع. هذه فقرة مؤجلة موضوع الشيء. لكن شوفوا وافتهموا هنا فائدة ثالثة للدروب بانل، بس فائدة كثر ما مختلفة عن الدروب بانل، أصلا حتى اسمه تغير.
سابس مشينو شين كا شين الفارق بس بعض الأشخاص بعضهم المستقبل حلو إن شاء الله بس يعني تقول شنو الفائدة هاي واحد يشيل يعبي ولا مصير فتح مقاطع حاجة الشيء يعني هو يزود مقاومة الشيء حكم إحنا ما إحنا كنا من الشيء ما درست معه اسمه بانشينج شيء سلاب وكولوم سلاب ضعيف كولوم مثلا بيلود عالي شو يسوي كولوم يخرب فش تسوي تخلي مثل القاعدة حتى هم بيه المسمار تخلي مثل بس هذا أصلا شوفوا دور ما له علاقة لا بالديفورميشن ولا بالحديد ولا بالكذا له علاقة بس بالشيء ولذلك شوف الكود تعمد ما صح لبرو تسمى شيء كامل هذا مو وانا سويت شيفت نعوفه خلينا نرجع على الـ A والـ B شنو الـ A والـ B اللي الزامي لازم يستوفيهم الدروب بانل حتى يفيد بين الفائدتين والا اقول مع الاسف يعني انه راح يكون بس منظر بمناسبه الدروب بانل مزعج للتنفيذ يعني الطالب مالته والكذا كمربع وشيء يعني معنى مؤثر قارب كذا مزعج لانه لازم خصوصا عما يسوق الحديد وشيء صعب بس ابقى الخشب مثلا شويه 5 سنتيمات ينزل لك قصه شبايه وشيء العمليه مو سهله بس مع هذا حجازين فائده انا ما اعرف بس احكي انه الفائده الاشفائيه اسوي عليها شيء غزه وكذا اقول مهمه اللي قد تكون كلها هي فوائد حتى العماره غلط منها المنطقه او الروحانيه او 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 الى اخره التحكم بالمشاعر ما شاغل هذا فوائد المهم احنا شغلتنا الانشائي ما لنا علاقه بهاي المسائل الاخرى خلينا نشوف شنو هي الشرطين اللي اثنيناتهم لازم يتحققن الاول نعم اوكي صحيح the drop panel shall project below the slab at least اي دائما اني at least less كذا more اسال الطلاب شنو at least معناها اكبر او يساوي اصغر او يساوي أكبر أصغر ما لا يساوي at least يعني شنو شختار يا رمز من هاي الرموز at least الجواب أكبر أو يساوي لأنه الحد الأدنى له هو هذا المسموح إذا معناه هو لو يساوي لو شنو أكبر من عنده زين أوكي هذا النزول لازم ربع السلاب المجاور يمكن أحسن شيء عن بالتعريف هو هذا الرسم خلينا نشوف هذا الرسم خلينا نسوي معه سكتش للرسم حتى نشوف The projection of the drop panel below the slab. إذن هذا البعد. At least على الأقل. شكل ربع السلاب adjacent slab. سلاب المجاور. وين السلاب المجاور؟ هو هذا. إذن هذا السمك لازم أكبر أو يساوي ربع هذا سمك السلاب. طبعاً كاتب غير سمك مش كاتب. واحد وربع أكبر أو يساوي واحد وربع هذا السكوت واحد الليمت سنطبقها بالمثال إن شاء الله هاي الأولى الثانية بي the drop panel shall extend in each direction from the center line of support a distance not less not less not less يعني هم ذني رقم مش قد رقم مش قد هاي عفوا هاي not less صح هذا
شوف at least not less. تعبير يعني يختلفون بس هو شنو؟ نفس الشيء. شو نحتاج نتدرب بناء على لغة الكود حتى نفهم إنه إذا خطأ فهمنا يعني يصير غير شكل تطبيق نروح مسؤولية كبيرة. أوكي. At least أو sorry not less than 1/6 the span length measured from the center of supports in that direction. هنا أهم شيء خروج على الرسم حتى على السرعة. نشوف الرسم الآن. الآن كوتش دي يقول المفروض للدروبنر أيضا كل اتجاه يمتد به لازم يمتد من السنتر لاين اوف سبورت مسافة لا تقل عن يعني أكبر أو يساوي سلسل سبان بهذا الاتجاه. يعني معناها أنا هسه أجي أول شيء أشوف هذا الاتجاه وأحسب الامتداد هذا من سنتر السبورت إلى نهاية دروب بانل لازم أكبر أو يساوي السدس. هذا يكفي وده يقول in each direction. هذا لا يكفي لازم شو أسوي أيضا أروح إلى هذا الاتجاه وأيضا أحسب سدس العفو الإسبان هذا وجه أقارب. إذن كل دروب بانل كم اتجاه لازم أشيك به؟ بالله بس مناظر أربع عيون عدة. فإذا كم اتجاه شباب؟ أربع اتجاهات. إحنا ماخذين سكشن هسا والدروب بانل بالشكل الطبيعي. وين الدروب بانل؟ خلينا نشوف لنا فد رسم مال الدروب بانل. كان يكون واحد بلا زحمة عليكم الآن. خلينا نأخذ واحد من ذولا مثلا السهادة واعتبروا الآن السؤال الموجه لكم شيكوا الليميتيشن بي للدروبنا هذا المحاط بالدائرة الحمراء كم اتجاه بي الدروبنا؟ أربعة. إذن أكيد راح تفكرون أنه تشيكوا بهالاتجاه وبهالاتجاه وبهالاتجاه وبهالاتجاه. اي نعم يجوز اتجاه واحد يكفي عن الاربعة في حالة التناظر. هذا مهم استشعر مثلا ندرب على المسألة هاي. لكن تخلي في بالك خلون في بالكم جميعا انه انت مطلوب تشيك از قد اربعة بس ان شاء الله يصير اثنين يصير واحد هذا واحد. أنتين سألتني هذا السؤال لأنه هذا غير مقبول الآن في هاي الفترة مال التدريب. يعني أنا قلتها بالشعبة الأخرى قبلكم قبل شوية قلت يعني حتى ما أعرف شيء اسمه المعنى في قلب الطالب أو المعنى في قلب المصمم يأخذ واحد مثلا يعني لا أنا عند ربكم حتى للتدريب يسمحوا لنا يعني إنه إحنا مش نأخذ يعني سيستم مال خطوات حتى ما ننسى شيء في نفس الوقت ما يأخذ التناظر بعين الاعتبار دائما حاسب. يعني شلون؟ يعني هسه هذا دروب بانل مربع والسبانات باربع اتجاهات متساوية. يعني من راح تشيك الاربعة راح تطلع اربع جمل شافات اربعة. هذا اعطيه نص الدرجة. طريقتي اعتبر هذا نص الحل صح. ليش؟ لانه ما استفاد من شيء اسمه فضمة التناظر، الانتباه للتشابه للتناظر. الشيء الثاني خسر وقت لما خسر وقت. هذا دربوا نفسكم على هذا اللي أقول هذا مهم جدا لأن هواية يسمون زملاء الأسلوب السنوات السابقة يقول لك كانت الأسئلة مطولة وقت ما يكفي. طبعا لو ناخذ سؤال واحد حال بي كل شيء والمطلب هو سطر واحد من الحل بس. أرجو هذا دربكم عليه أنا بصدق راح نسوي تدريب نأخذ هوم وركات بس إحنا نريد هذا نحن شيء كل شيء بس نستفيد من التجاوب هذا معنا. مش ما له دخل عشان دروب هذا اكيد في المواصفات قام دار بس نجي ناخذ شيء اسمه كوفيلنت على بس خلينا نسوي بشكل عام حتى نزود المعلومات بعد ما كل
السؤال اللي فينا معلومات شفت ترانزيت كم سنة نبهنا على النقطة مهمة. إذا الدروب بانل هاي ليميتيشن بي لازم أشيك في كل دروب بانل أربع اتجاه. سواء واحد منها ما شيك سيتو العبارة مات الكود إيش قال الكود؟ قال shall satisfy A and B. يعني لازم اثنين هن ولازم كل واحدة من هن تشيك لكل يعني مثلا بي السبيل للدروب بانل كم مرة لازم بيها؟ أربعة. طبعا ده داخل الدروب بانل سداركم إذا هاي ما تعرفون سجلنا بمثال يقلل لكن هذا وين موجود؟ في ركن من البانل خلينا نحكي بالمثال يمكن أحسن حتى تكون واضحة لكم. فإذا واحد ما يشيك الخلاصة يعني ما راح يشيك كل شيء. أوكي إذا هذا هو التعريف مال الدروب بانل وهذا الغرض مال استعمال الدروب بانل. ومثل ما قلنا الآن لازم تشيك تو ليميتيشنز للدروب بانل. خلينا نروح الآن هسه إلى حساب المينيمم ثيكنس تو كنترول ديفليكشن. أصلا هدف محاضرتنا شنو هو؟ كنترول أوف ديفليكشن. أرجع أذكركم مرات واحد يروح بالتفاصيل وينسى الأصل. أصلا إحنا الهدف هم من الكنترول أوف ديفليكشن حتى نختار السيستم. قلنا اختيار الأبعاد مال الكروس سكشن مال المقاطع هو اللي ينجح اختيارنا للسيستم. فما نازين هذا أوكي؟ إنه سمك سلاب كبير ما أدري إيش أوكي زين. هسه نجي خلينا نشوف الآن شلون نختار المينيمم ثيكنس. خلينا نقرأ هذه الفقرة بالتفصيل ونشوف هم شاركونا أيضا هذه الفقرة. شوف الآن الفقرة بمن خاصة أول شيء for non pre-stressed slabs بعد without interior beam ما قال without beams انتبه يعني هذه الفقرة خاصة بالسلاب اللي ما بي بيم داخلية يعني إذا ما بي بيم داخلية بي بيم خارجي الحزام خارج حول المبنى هاي الفقرة تشملنا لو قاعد بس without beams كل البيمز احنا عرفنا انه هذه بس الا ايش لا هذه اذا تشمل اي سلاب ما بي بيمز نهائيا او بي بس بيم خارجي خارج المبنى اسمه اتش بيم واضح؟ تشبيه الفقرة وخلنا نشوف تفاصيلها. Spanning between supports on all sides. أوكي طبعاً كل الاتجاهات. يعني سمعناها أي panel. هذا panel فوق راس الأنطلة. سقف القاعدة. Can be be. سواء هل هاشمين أكو بي ما أكو بي. أكو بي ما أكو بي. بس مفهوم غير حالة. أوكي. خمسة بي. من نقول panel شنو نعني بالpanel؟ كل فضاء محاط بsupports من جميع الجهات أو sorry supports شو اسمه؟ بالأركان أكو supports من أربع أركان. تصورون انه بيم سواء حد راح يقول ماكو بيم ماكو سبورت مثل شنو خل في هذا الجذب العكس خلينا نقول شنو اركان يعني لو اكو كانت ليفر طالع منه كانت ليفر بكولومين بهالركنين والركنين اللي برا ايش بيهن ما بيهن كولومين هذا بانل مو بانل هذا كانت ليفر المن تابع هذا البانل إذن إحنا هسه هاي القاعة الدراسية كم بانل فيها شباب؟ اثنين. This is one and this is two. Okay. بس بعدين رح نسميات interior panel. ولا بعد interesting. بس هذا interior panel ولا exterior panel؟ Exterior. أنتي نعم ذاك interior. ذاك هم شنو؟ interior ولا exterior؟ هذا شنو زين؟ هذا شنو؟ سوري شو سمي هذا البلاد؟ انتيريور ولا اكستيريور؟ فوق راسي مو داخل ليش؟ لان بي حافه خارجي صحيح وذاك الثاني اذا هذا اذا ما نسمي البانل انتيريور بانل الا اذا ايش فيه؟ محاط من جميع الجهات ببانلات
اوكي كيريات انا بكستيريا كل حدا صح اوكي بس خليها هاي عمليه تعريف ثاني اذا بس على شنو خلينا نكمل هذه the maximum ratio of long to short span of two اذا ما هذا الكود يعرف هاي الفقره خاصه بينا او كنا بنستخدم شويه شنو موضوع الفقره بس موضوع شنو هاي الفقره خاصه بالسلاب reinforced concrete اللي هو بي سبورت بين اول سايدز زين اقصد يعني اللي محاط بالبيمز عفوا غير محاط بالبيمز بين الانتيريا وبعد شنو النسبه مالت اللونج تو شورت شبيها نوت بي شال نوت بي ليس ذان نرجع على ذا شال نوت بي ليس ذان ات ليست قبل شويه ليس ذان ياهو صح او غلط غلط بعدها صح عفوا اوكي زين شنو النسبه مالو لونج تو شورت لونج تو شورت لازم مو اكبر من 2 اوكي سوري انا خبطت جمله جوها سوري having a maximum ratio a maximum سوري انا احكي عن maximum not less بعد ما وصلناها عفوا الفتره الثانيه هسه having a maximum ratio of long to short span of two maximum يا من ذني احنا قلنا ها شوف انا تعبير ثالث at least و not less و maximum at least or not less الاولى ماكسيمم شنو اقل او يساوي يعني اكبر شيء قد زين ليش قال ليش الكود عبر عن هاي الاثنين سامعين عام باثنين شو الاثنين صار اي عزي هاي شنو شو تسوي شنو فائدتها تو واي اول اذا نبين شغلنا هسه هذا علينا كله التو واي ما لنا علاقه بشنو بالون واي ما يصار مالنا من الماضي مال العام مثل البيو شلون على بين السلاب ليشن اوكي اذا خلينا نجمعها مره ثانيه سلاب نون بري ستريس يعني عادي فورس كونكريت وتو واي وما بي بي السبورتات الداخليه ايش فيها نشوف ايش بدي هذا السلاب بس بدي فقره من بدي نقول شنو الاشتراط شنو البروفيجن شوينا مسابقين بالفقرة حتى نعلمكم شلون نفكر في هذه الفقرة هم خبنا شوية نتدرب ما أكثر يصير أسرع أوكي but what as far as it let's say over all slab thickness h إذا هذا اشتراط قانون المن لل h سو كل slab shall not be less than أكبر أو يساوي the limits in table هذا الجو H311 هذا اول شيء لازم سكر سلاب اكبر او يساوي اللي مذكور بالتيبل بس راح نجي للتيبل بس خلينا نكمل and shall be و بالمناسبه انا ما قلت ثاني shall be should be اجباري لو تخييري هاي العام تعلمتوها اجباري كل هاي الكلمات معناها شنو ملزم شنو معنى ملزم يعني اذا خالفت فانت المسؤول اذا ما خالفت فالكود هو المسؤول اوكي زين and shall be at least the value at least اوكي بفعلها the value a an a or b خلينا نوقف يعني شو وراها بيا حكي اذا لازم ناخذ رقمه من الجدول هذا معنى الحكي مال الكود تروحون للتيبل بهذا طبعا الموضوع اللي قلناه وتطلعون المينيمم اتش مينيمم وتروحون تقارنوها ويا اي وبي وتاخذون رقم لازم السلاب يكون لو قد هالسمك لو اكبر حتى نعتبر الديفلكشن كنترول نعم shall be at least مو شرط shall not be less shall not be less yes مو اقل من يعني شنو مو اقل من يعني ممكن يساوي ممكن اكبر لكن ما يصير اصغر
ولا يساوي له أكبر من زين. هسه افهمنا الفقرة إنه السلاب اللي هي كحالته اللي ما بيبيم اللي ما أدري شنو كذا الثيكنس اللي لازم يصير إحنا بقده أو أكبر من حتى الديفليشن كنترول من أين نأتي به؟ نروح نجيبه من التابل تابل يم الفقرة ويطلع من التابل نروح نقارنه ويا أي وبي أي وبي أرقام 125 مليمتر بيكون فوق آخر سطر هذا راح أعوفه عليكم خمس ثواني لكم الآن تشرحوا لي هذا السطر أحسن هو هذا الجواب إنه إحنا العيد جواب زميلكم في قسم مسمع إنه إحنا هو مو دا يقول إنه لازم تختارون سمك سلاب أكبر من هذا الرقم المجدول أو يساوي على الحد الأقل إذا ما طلع هالشيء ما اختاريته هالشيء اختاريته أقل من المينيمم معناها تروحون الطريق الآخر اللي هو شنو بيجينا وحوش طريق الوحوش طريق الشوكة اللي بيحساب الديفلكشن والناس بالديفلكشن ونروح على الليمت طلع على 480 ما العام وما أدري شنو هالتفاصيل واضح إذا حتى نخلص من هاي التفاصيل وهاي الأشياء الإزعاجات لازم نختار سمك سلاب يقدر المينيمم أو شنو أكبر من هذا الموضوع خلاص وهذا إكزامبل أوكي أقصان لو قلت له أكبر من هذا إيش قد ما شاء عشان ما 10 أمتار السمك بس ما إحنا قلنا غير ليميت نشوف بأول محاضرة قلنا بيطلع سمك كلش كبير انت تذكر قلت لي كل فئه بدري الوزن اكو خسائر اخرى ما حد اعلى شيء بس حد ماكو ما في زمان للديفلكشن ماكو بس احنا شنو احنا راح نجي الان احنا نريد اكو عندنا يعني شلون هي الليميتيشنز واحد يكامل الاخر يعني شنو انا استخدم اجي اخلي الضوء فقط على الديفلكشن تنسون ترى الضوء بعدين راح يروح على الكلفه يروح على السيفتي يروح على كذا يعني مواضيع كثيره بالتصويت داخل مع بعضها صح أن يكون دائما عندي global view أباوع بعدين كنا قلنا ما يستغطب بالتفاصيل ما أنسى شنو يعني وين رأي عشان أسوي كذا ضمن التصميم كله كمان أسأل شري أنا أريد thickness بعد أتخلص من حساب deflection تشيكه راح تصير شيء بس أسوي هاي العملية أوكي زين شو راح أسويها أنا قلت مثال سوري بس خليني أسوي application يعني خلينا نقول ادربكم شلون راح نطبق من خلال المثال هذا التيبل اللي تشوفوه بحقول قدامكم زين خليني هماتين في نفس الوقت خلي اراويكم شكل الاكزامبل اللي هو الحقيقه يعني انا اخترت سؤال كوز مال العام حتى هم هذا حللكم اياه كمثال لان لحد الجاي شو وقت كوز بهذا الموضوع بي ريدي فور ذا كوز لحد القادم إن شاء الله هنشوفه فيه هم راح يجيكم هذا السؤال مطبوع مثل ما تشوفون تاريخ العام 29-11 كذا كويز إلى آخره في هذا الموضوع شباب إحنا لغتنا كمهندسين هي مو لغة كلام ووصف لغتنا شنو؟ أرقام بس لغتنا مع المنفذين أصلاً مو بس لغة أرقام شنو اللغة؟ رسومات مخططات بس أنا هنا باوع هذا بس وأنا أفهم يعني أكو أشياء أقصد حتى بالامتحان أشياء ما نكتبها بالسؤال الرسم هو يقول لنا معلومات شو اسمها هذا السلاب؟ بيم جيد هالخوش أنا حتى يعني جدا مغرم بالأخطاء اللي بالصف ليش؟
حتى انتبهينها ما نطلع بيها وين؟ مئات الطلاب في السنوات المدرسة خلطوا بين السنتر لاين وبين شكل البيم. هلا ارسم لكم شكل البيم شلون يصير. خل اكبر شويه حتى تفرقون، حتى هسه شويه هاي القضيه نركز عليها بعد ما نعيدها مره ثانيه. الان هسه هذا الان اكو بيم لو ماكو بيم؟ لو اكو بيم شلون يصير؟ هيدن بيم، هيدن لاين يصير هو البيم. خارجي، خارجي هم هيدن لاين. صار لين داخلي صار هيدن لاين الخطين الداخليين. اذا ارجوكم لا تخطون بين سنتر لاين وبين شنو؟ الهيدن لاين اللي هو يمثل البيم. اذا هسه ماكو بيم، واضح مو؟ جيد. شو اسمه السلاب؟ بلات بليت لو سلاب، لا تستعجلون. بليت اور سلاب، بلات بليت اور فاستا. من يقول؟ بس لا ليه؟ شو نعرف؟ إذا ما بي أول شيء اسمه فلات بليت، إذا بي بس دروب بدل وحدها اسمه فلات سلاب، إذا بي كولوم كابيتال وحدة هم اسمه فلات سلاب، إذا بي دروب بدل كولوم كابيتال اثنينات هم اسمه شنو؟ فلات سلاب. إذا هذا نفهم إن أكو three types of flat slabs. With drop panel, with column capital, with both of them. Three types. مو سهل كذا. Okay. أكو ثلاث أنواع من flat slab. Drop panel بس. Column capital بس. اثنين. Drop panel, column capital. اثنين أكو ماكو. شو سهله؟ Okay. هذا رأيكم شيء ثاني. اللي هو كان السؤال مال الشعب الأخ، هذا كان سؤال لكوز مال الشعب الأخرى في وقتها. هذا شنو؟ ما والله كبر الحكم، ما عندي هنا فحص بصر حتى أخلي الرسم بعيد، خل أقرب. زين شنو الفرق بين هذا شباب وبين هذا؟ يعني كلنا لازم بعد هاي المحاضرة نعرف شكل الكولوم كابيتال وال. الفرق بيمن؟ عرفتوا شفتوا شو الفرق؟ خطوط تطلع. خل ارجع على ذاك الشكل مرة ثانية. في هذا مستطيل حول أو بس هذا شنو بخطوط؟ حتى هذا يطلع. هذا السكشن مالته شلون صاير؟ شوفوا. بينما الدروب بانل ما بي هاي الخطوط، والسكشن مالته شلون صاير؟ شنو؟ بس شنو؟ الاسم عرفناه ما عندنا اشكال فيه حتى نقدر نلقى وقت للحل وما نطول شوي بالمحاضرة. زين عرفنا اذا الفرق بين الفلات سلاب وكذا. بس نجي الان نريد نحل هذا السؤال. احنا صار نحل هذا لكن راح نعوفه. زين لكن راح نجيها بالكوس الاسبوع الاخر. بس نجي بس الان كم بانل اكو بهذا السقف اللي قدامكم بالصورة؟ عفية ثمانية. نقدر نسندهن واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمانية. إذا معناها أكو ثمانية بانل، فممكن يكون ثمان أنواع بالحل، ممكن يكون تجابه فيصير أقل. إذا كعدد ثمانية كم نوع من بانل أكو؟ أربعة بس اثنين. ماشي خلنا نشوف خلنا نتدرب. واحد شو اكتب هنا؟ هم واحد اثنين هذا اثنين واحد
طلع كم نوع اكو؟ اثنين بس هو مو اثنين. ليش؟ اسخل مو انا حقكم لانه انا سويت عليكم زغل خداع سويتكم مسليدينج زين. ليش اشتغل زميلكم للابعاد؟ اذا ارجوكم لا تفهموا بس على الشكل هذا داخلي هذا خارجي هذا بيكون دايمنشن. طبعا مسليدينج سويت خداع لكم سوري غلط تعلم. فاذا لازم نباوعين شنو؟ دايمنشن. شوفوا انتم قلتوا الاول واحد ثاني اثنين الثالث سمية الرابع بعد ما يصير واحد. ليش؟ ليش ما يصير واحد؟ لان البعد ما واضح اوكي. اتفقنا من اول محاضرة انه نسأل اي واحد ما فهم عيد مو عيد اليوم باشر عيد اوكي واضح. شكرا. بصراحة إذا هاي ما فهمناه راح نجي ممكن هالمرة بالعكس نسوي لنا بانلين ونعوف الأربعة اللي هي مختلفات الأبعاد وتعالي هم الدرجة تطير بعض. أوكي زين. هني راح آخذ واحد خل آخذ هذا كبره الركون راح شغل يصير على هذا بانل رقم واحد. إذن example سيدة الإنسان مطلوبة فوق هذا الحين كمان جرام بدرام بس إن شاء الله ويا في هذا for the slab check if 200 مليمتر is enough control deflection. فيلم قصدي فيلم راح ارفع عنكم سؤال طبعا شو يسمونه انا قلت على السبوره ما راح يطلع بالتسجيل سوري التسجيل يطلع السكرين ويطلع الحكي ماله بس السبوره طبعا ارجوك التسجيل كتب بالسبوره ضروري تقول انه ما كان السبوره حتى نشوف زين. بصراحة من دا نقول الآن سلاب هذا نقول سكة 200 شو نقوله 200 سوي الفشل كنترول ما يسوي بمعنى إنه إحنا لازم شو نسوي تيجي نشيك 200 ويانا ويا فشي اسمه H minimum ولازم نلقى 200 شبيهة تكتب هنا لازم أكبر أو يساوي H minimum حتى شنو enough to control deflection أو deflection is control. اوكي عندنا 200 على مع بعض السؤال ادور عليه ما لازم على هالشيء غير راح اجيب الاشياء بالجدول عافيه لانه كلكم لاحظتوا ان السلاب بعض المناسبه انا ارجو ان تكون انه انتم كلكم قلتوا الجدول راسا لان شفتوا السلاب بالرسم ما بي بيم ما بي انتيرير بيم بتروحون لوين بالجدول غير شيء تروحون غير مكان سك بعدين اقول لكم اوكي هسه راح ناخذ بانل 1 راح نجي نحل على بانل 1 بمناسبة أنا راح أحل بانل 1 كامل باقي البانلات هو هوم ورك لذلك خليك تبقى الهوم ورك من هسه حتى ما انسى هوم ورك كومبليت اكزامبل اند سبميت باي 20 اكتوبر بحثاً جاي 20 ولا 21 صار 21 يمكن 21 10
سلم الهومورك لحد الجاي اوكي الصبح زين شنو بي شغل راح اسوي على فن الله تروحون تسووا على باقي البنات هسه باقي البنات ايش قد عددهم احنا قلنا هسه عدد بس ارجو قديش انتم هسه ايش قد راح يصيروا اي ستين ما ادري بس انا بقول هوم ورك تعرفوا اوكي هسه احنا شنو بانل 1 ايش راح نسوي بانل 1 لازم نروح للتيبل اذا خلينا ناخذنا هذا السكتش اوكي هذا هو التيبل شلون راح نستعمل التيبل خل احكي بشكل بسيط شلون راح نفكر باستعمال التيبل وارجو انه هذا هماتين يعني يكون طريقه تفكيركم شوف صح التيبل بيه ثلاث خطوط اللي شنو انواع حديد التسليح 280 اف واي و 420 و 520 انتم دارسين العام انه اكو ديفرنت جريدز اوف رينفورسمنت يعني من نقول جي 40 يعني اف واي 40 كي اس اي كيلو باوند بير سكوير انش اجهاد الخضوع تحول 40 الى ميجا باسكال تطلع 276 بالضبط الكود مقربها ايش قد 280 وهكذا بالنسبه للبقيه اكو جي 40 جي 50 والان جي 70 هم موجود 520 التيبل بصراحه لازم تبدي به بهالشكل تجي تفكر انه انت تروح يمين لو يسار اعتمادا على اليمين اكو دروب بانل لو ماكو دروب بانل فرضا رحت يسار راح تجي تفكر ايضا يمين ويسار اللي هو شنو هل البانل مالتك اكستيريور لو انتيريور بغورها عليكم هسه انا بدي اقول انه كنا هاي اسئله يعني لو واحد دماغه اصبح كمبيوتر بي فلو شارت شلون يجي حتى يختار الرقم الصحيح راح يبدي شيء يتدرج يعني اول شيء يفكر بيمن بالدروب بانل بعدين يفكر بيمن اكستيريور وانتيريور وبعدين يفكر بيمن اكو اتش بي ولا ماكو اتش بي واضح هاي طريقه استعمال الجدول نعوف هسه الجدول ونرجع الان نفكر اكو دروب بانل ولا ماكو دروب بانل بهذا اذا خلينا نفتح السكتش وين السكتش نخزن هنا هذا السكتش اوكي احنا ماخذين بانل 1 شو تقولون اروح with drop panel او without drop panel ما موجود اوكي الان شو اختار التيبل هو اللي قدام بدنا نتفرع فرع اسمه without drop panel وفرع شو اسمه with drop panel هسه هذا panel 1 شنو يعتبر with او without without ايش قلت الله اعلم؟ من اول محاضره كنت احكي الشروط مو قلنا يا شباب يا جماعه الخير لا حد ينخدع باي شيء اي مربع تشوفه تروح تجيد او دروب بانل تعال لا حد ينخدع هيك لا تقولون دروب بانل الا كم شرط اثنين اي وبي واثنين ناخذ هالماتين بعد نضبطون هاي الغلطه هسه كم واحد وذ كم واحد وذاوت واحد الله اعلم كنا لازم تشيك اوكي فشلون راح اشيك؟ وين مكان الدروب انا وصلنا؟ وين صايرات؟ بالاركان راح انزل الاركان ركن كل ركن اشيك بي بالاي والبي واروح للركن الاخر والركن الاخر والركن وكعرضت جاهزين يلا زين خلينا نبدي شباب
بهذا الركن. شلنا هاي البي تذكرون الأولى اللي على السمف. خلينا نطلع الرسم مال السؤال. هسه احنا مطلعين السكشن حقكم، لا تعترضون وتقولون لازم تراوينا السكشن. اوكي، هذا مقطع الدروب بانل. ايش قد ينزل الدروب بانل الان السمك؟ If the drop panel, if the panel is with or without drop panel. الأولاني 50، إيه شو بيها 50؟ هو ال100 لازم إيش بيها وين تروح ال100؟ أصغر أكبر؟ لازم أكبر أو يساوي فيها ما شنو؟ فيها رقم رقم التأييد يساوي ويا من؟ وين يصير لو وين أوكي لو مو أوكي؟ شفت هنا؟ هسه أول ركن أول سمك بعدها أول ركن الثاني البي هو من بعد الركن. شو هي البي كانت؟ يقول لازم يمتد من السنتر لاين أوف سبورت أكبر أو يساوي سوبسل سبان هذا الاتجاه. زين هسه شوفوا الرسم، نقدر نستفيد من الرسم؟ قد يمتد لأنه يقول من center line of support. بدنا أنا مو 800 بس. شو أضيف لها لازم؟ نص عمود. خلي أطلع لكم ال plan. أوكي إحنا بعدنا هنا. هاي بدنا تشوفوها الكتابة لو خاف صغيرة. إيش بيها الأعمدة؟ كلها 30 في 60. زين. نرجع البانل. الآن لازم أشيك، لازم أشيك هذا الاتجاه وبعدين هذا الاتجاه. كم اتجاه في هذا الدربانة؟ من ركن اثنين. بس اكتب لو ردوني ساعدون 800 زائد واحد الصغير هذا الاتجاه الفقير، ف300 على 800 يعني 950. ويا من أقارنها؟ الاسبان بنفس الاتجاه سوس. شو قد الاسبان نفس الاتجاه؟ بالمناسبة هاي سنتيمتر برضو ملاحظة هاي سنتيمتر على 6 5. إذا طلع هذا أكبر سماعة هاي زين شو تقول اللي مفهم شوية بالكود؟ زين هاي أوكي لما أقول أكبر أو سعر إذا أوكي. بس احنا لحد الان بعدنا بالبانل الاول والركن الاول اللي بالطرف ودن تشيك الليميتيشن بي بالاتجاه الاول مال هذا الركن. كمل ما كمل بعد شنو عندنا؟ اتجاه الثاني. بس الان اللي نشوف نفسه ما نكتب خلاص هي هاي مو نفسه الاختلاف نفس العمود نفسه مو هم 300 نفس 300 بعد ايش تشيكه؟ عفوا هنا الكولوم يختلف هذا مو نفسه شباب 800 زائد 600 على 2 يعني هنا هذا بالضبط يجاوب على قبل شويه حد زملائكم قال انه بعد ما دام اكبر اكيد يشيك. لا هذا غير هذا من اقبل حتى شنو واحد يسوي سيستماتيك. اوكي خلاص الدروب هذا الثاني. إذا هذا نعوفه ونروح لهذا. كم اتجاه بي؟ أعيدها شباب من قارنا الاتجاه هذا العمودي خلي يمكن أقسم على راسي ما أحسن حتى هماتين. شوف الآن السؤال إحنا إيش قاعد نجي؟ قاعدين نشيك الليميتيشن بي المن لهذا الاتجاه، فلازم اجي احسب ايش قد هذا الامتداد.
ايش بنطينا المقطع؟ اكو مقطع ماخوذ، مقطع تيبيكال. انتبهتوا ان المقطع هو مقطع موحد للكل. شو يقول المقطع؟ المقطع هو 800 يطلع من جميع الاتجاهات، بس منين يطلع؟ من الفيس اوف كولوم، من وجه الكولوم. يعني معناها شنو لو ارجع اسوي الرسم هذا؟ يعني هاي المسافة الآن من وجه الكولوم لنهاية الدروب بانل ايش قد؟ 800. معناها ايش قد لازم اضيف لها؟ نص كولوم. ايش قد ابعاد الكولوم؟ هذا الاتجاه الطويل مع الكولوم 600. ليش؟ 300. اي لا وين؟ هاي نجي للدروب بانل والركن الاخر. اذا هذا خلاص هذا الدروب بانل شباب. اول شيء السمك، ترى اول شيء اي شيء تقول ليميتيشن اي سمك. بس راح يجي يعني اللي يفكر بشكل خلينا نقول سيستماتيك راح يجي يكمل شو يقول 50 قارنها ويانا 200 على 4 يتركوا يسوي هاي هاي مكتوبة ويجي يعيدها مرة ثانية هي نفسها نص الدرجة لازم انت بنظره سريعه واحده تلقف ان السمك نفسه والسلاب نفسه اذا ما في داعي هذا زياده اذا هذا ما في داعي فكت الله بيها ما لها داعي بي لها داعي لو ما لها داعي ها لها داعي بحيث اتجاهات خلينا نجرب خلي واحد واحد شباب ونشوف احنا قلنا انت تقول نفكر بيهن بس مو كلهن تحلهن راح تلقى خل نفكر هسا هذا موجود ولا ما موجود هذا مشيك وهذا هم موجود وهذا هم موجود خلاص ركن اصلا كل شيء ما كتبنا صح لو غلط غلط معين ياهو اللي هو هذا نكتبه وتنقصين نص الدرجه جرب كتبيه وشوفي انت وكتبي شيء بالهواء شوف ايش يطلع 800 زائد راح تلقي نفسك هذا كله موجود اذا نروح لهذا هسه مضموم البعد خلا طلع على الجسم خلا طلع على الجسم الرسم يلا شباب اتجاه واحد جديد والبقية شنو ردوا لي الاتجاه الجديد أصغر من 4000
بس صح لو يعني بعدين تقوم على التفاجئ امتداد 800 زائد نص العمود 600 على 2 اوكي الحد هنا هذا شيء يساوي 1100 ويا من قارنه ويا 4000 سنه صحيح اللي ضحك بحاسبه شوف العمود نص عمود احنا وين قاعد نباوع خلاص هسه خلينا نسوي على السكتش اوكي اوكي هسه احنا قاعد نقارن هذا الاتجاه اوكي شو راح نحسب شوفي شو راح نحسب نحسب هذا ونضيف له هذا ونقارن ويا سدس الاسبان هذا زين هذا ايش قد الدروب بانل طالع منه الرسم ثابت نفسه 800 زين نص عمود ايش قد العمود كله 600 حسب الملاحظه المكتوبه بالنص اذا النص عمود هو 600 على 2 فهذا الامتداد احنا نقدر نسوي هيك شيء لان الكود الله يسامحه ايش قال قال the drop panel shall extend from the center line of support والسؤال شنو الموجود البعد من وجه السبورت يعني مثلا هي ترى هي الماده سهله بس احنا وين يعني نخلي الاشياء اذا شو اسمها الثيكات مال الاسئله مو تمام هاي هي هنا الكود يبني من السنتر انا خالي البعد مثلا من الوجه انت تجي تضيف نص عمود كذا ثم تستعجل بالحل هي هذا ولا الفكره كلها قاعد تشوفوها هي سمبل اشكال ايضا سلابس متشابهه بس الابلكيشن بدقه بي كيرفول دير بالك كن دقيق على كيفك هو على الرسم شوف البعد المعطى شوف الكود شو يريد لا 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 ابدا ابدا انا بس اكزامبل ممكن يكون مختلفة أغراض مختلفة معماري قال والله ثخني من هذا إيه بالضبط إحنا شنو هسه إحنا شوفي إحنا قاعد ننتقل هسه وقاعد نقفز من كورنر إلى كورنر يتشابه يتشابه ما يتشابه إحنا نخلي أبعاد أخرى سوري انا مش عم بعدين مش عارف جاوبت على السؤال بنروح بننتقل ستيب باي ستيب وقالنا كم كورنر شباب ماكو بعد هو 3 كورنرز خلصنا بانل بي 3 كورنرز 3 كورنرز شلون؟ قلنا كل مره كم كورنر لازم بي؟ 4 كورنرز 4 كورنرز يا كورنر بعد وسطاني قلت اذا بعد لي الكورنر الوسطاني اللي هو هذا هاي الصوره اوكي خلينا نروح على هاي هذا خلص وصلنا الى هذا الكورنر ابد ولا كل اختلاف ولا على مسؤوليتك ما علي علاقه قلت الرقم بس اختلاف كورنر الاخير شباب ها آه، انا ضامن الصوره سوري طلع الصوره ما يخالف القاء الحجه خلينا نشوف الصوره خلينا نفكر بالابعاد هاي حتى ابعاد فوق افقيه وعموديه بقى مهم شوفوا ديروا بالكم هي منو اللي هي الثكنس مشيك بس هي منو اللي قاعد شويه تزعجنا speed limitation 3 اللي بها اتجاهات الأربعة أنا راح أروح لي فوق مين يسار إلى أسفل كلها موجودة 3000 ملم ولا 4000 والكولوم نفسه خلاص إذا خلاص هذا الكلام كمل القرار النهائي بعد ما هاي كلها خلصنا قلنا check with or without
شو القرار النهائي؟ ويل كل اوكي اوكي ذا سلاب بانل از يا شباب ترى بس هذا البانل هذا قرار خاص بي باقي البانلز ما لنا علاقه بيه كل من الى اركانه واحد من ذني ما يشيك بالطريق هذا الطويل على اربع اركان شو راح يطلع قرار نهائي وذاك هسه ما عندي واحد في اليوم اول مثلا ليميتيشن ما شيك ايش قرار مثلا وذاك وين تشيك انت بس تعرف من شباب عند الدرب التصميم في الحاله العمليه اوكي واذا واحد ما شيك ما اقدر اعرفه بس احنا حتى التدريب ما بيكون مضبوط فتسوي كل الخطوات مطلوبه منك حد ما شيك واحد لا لا تبين بقيه طبعا حتى تعرفين الليميتيشنز كلها وكذا تعرف التفكير في خلينا نقول خطوات ستيبس زين هسه شنو؟ نروح للتيبل احنا هذا كله على مود شنو؟ ندخل التيبل وكل هذا سويناه على مود نروح يمين لو يسار هذا البانل هسه عندنا without وعندنا with وين راح نروح؟ with exterior لو interior واضح تمام شنو؟ exterior الآن السؤال الثالث شو يقول؟ with H beam و without H beam شفنا كوبين بالرسم ما قبل إذن without بس قد ال H beam المهم أفواي ما قلت أفواي السؤال سؤال هو بس سؤال موجود أفواي 420 صحيح يبقى الركض من هنا استيبو خلص احنا استيبو احنا استيبو احنا بدأ بس شنو اسا سبيل بلا ايش مينيمو ها اولا على صحيح ما ادري هلا شيك أنا واثق إنه هو يعني أنتوا بيكم ثقة عالية لكن بصراحة أحب أشيك وراكم دائما أوكي هسا أجي من نار رحت with drop panel exterior without edge beam أمشي أفواي 420 صح الآن على 33 أوكي سنا سؤال في شنية الآن شوفوا رجاء وياي انتوا قاعد تلاحظون التيبل بيه هوامش شنو هي الهوامش شنو معنى هوامش هاي السوبر سكريبت يسموها كم هامش اكو بالتيبل بعد شغل النظارات بس العيون اربعه رقم واحد وينها؟ بالعنوان ورقم اثنين خاصة بمن؟ عفية ورقم ثلاثة خاصة بمن؟ بالدروب بانل ورقم أربعة خاصة بمن؟ بالجدول إياكم تتركون الهوامش لأن يعني الهوامش هي اشتراطات على من؟ على الجدول مرسوم يعني اللي يستعمل الجدول بدون ما يقرأ الهوامش 100% يغلط بين الهوامش ملزمة إما استعمال الجدول خلينا نتعرف على هاي الهوامش رقم واحد ما أدري إذا واضح عندكم مو بالشاشة إن شاء الله واضح بالتجزئة إن شاء الله واضح إنه LN is the clear span دي يعرف LN شين تعريف الألان اللي هنا موجودة؟ نعم مسافة الصافية مين تقاس؟ مكتوب نقول الآن بالسؤال يعني بقى الآن وين السؤال؟ سؤال رقم
من هي؟ أو من هو إسبان مان من مال البنم الأول بس هذا البنم رقم واحد هو صح مربع يعني إسباناته لهمتار من لهمتار بس شنو؟ لكن إسبان يختلف بين كولم طويل اتجاه كولم شنو؟ أرجع عش نفس الشيء فالتالات قصص من مليمتر ناقص إيش قال؟ ناقص 300 هو الوحدة الأصلية عين يعني إسبان هذا مربع ممكن يكون أطول إسبان 3000 ناقص 300 أو 3000 ناقص 600 أقول هذه سوري هاي أبعاد سنتيمتر حولوه كلها المليمتر حتى تشتغل صح في 3000 مليمتر وفي 3000 بس مرة من نحسب من وجه الكولوم لوجه الكولوم مش نطرح نص كولوم ما نص كولوم هي صارت 300 ومناش نطرح 600 فعشان نختار 3000 ماينص 300 لان اكبر على 33 ايش قد هذا المينيمم الشعب الاخرى بالاعضاء 80 ملم ايش مينيمم اكبر من 200 سوري أقل من 200 يعني سأقدر أكتب deflection is control يصير أكتب deflection is control بعد هاي النتيجة لو ما يصير باختصاري أقدر أكتب الآن deflection is control على الوقت الآن والحظ deflection is control أقدر أكتب أقولهم كم عايزوني ذا؟ الله يجعلكم أنا أقول detection is controlled for panel 1 only أقدر أقول بس يا panel 1 فكنت يمكن ستين طبعا بعد وراي خمسة وانا زين مطلوب التصميم حياة العملية كم بانل بربطين؟ كلها ما زلت نجيب أخوتي عشرة طبعا أنا كمصمم مسؤول عن تصميم وحدي فكل أنا أشيك شنو كل بانلات لذلك راح يصير الحال مو هيجي راح أحسب اتش مينيمم لكل بانل من البانلات وبعدين أختار أكبر مينيمم من عندهم وهي هاي راح أقارن وياها ال 200 وهذا اللي راح اسوي لكم بالهوم ورك. طيب شوفوا شباب احنا حسبنا اتش مينيمم فور بانل 1 اونلي. Later we will calculate اتش مينيمم فور ايتش بانل. اتش مينيمم فور بانل 2, بانل 3, بانل 4 and then you will choose the largest اتش مينيمم. اقارن وين بيكون؟ حتى تكون قارنة فضة واحدة لكل ذلك أكبر أشمي هو المسيطة فالنامة كل لا هو الكورنر وشوفي هو مشترك يعني سالي راح نروح سالي مرسوم أنا هو كورنر مر بانل ثاني يعني بس هو يشتغل كورنر لهذا كورنر لهذا بس عشان يقنع لهذا هسه مثل اربع جهات بس بعدين بنروح البنل الجواني اهم شيء اربع جهات بس نعتبرها شيء الجواني يعني مثلا كل بنل طلع ايش من هو هي نكتبها يعني ملا اي يعني قصدي اكبر هي كنا تشيك الكل حتى راسا يعني. خليني عفوا لانه هو دقيق عندي هذه المحاضره خليني بس اعرف لكم الهوامش اكملها وشنو الاتش مين بس بالكلام كجمله يعني هذا راح يجينا بالدرس الجاي بس شباب بس نكمل باقي الهوامش هامش رقم 2 قلنا خاص بمن باف واي ايش مكتوب بالهامش وقت قريب وقفاني راح حق انا احكي لكم انه اذا اف واي تختلف عن الارقام اللي بالتيبل سوي انتربوليشن لنعمل انتربوليشن فور اكزامبل مثلا يجي اف واي بالحاله العمليه فحصت طلع الاف واي عندك 350 ميجا باسكال يسموه هذا جي 50
نوع الستيم جي 50 جريد 50 50 كي اس. وش تسوي؟ ماكو اكو 350، تروح تحسب لل 208 وتروح تحسب لل 420، يعني تحل المساله شنو مرتين وتسوي انتربوليشن. اوكي نمبر 3، نمبر 3 لما قلنا هامش خاص بمن بالدروب بانل، شوفوا خاص بالدروب بانل، هنشوف ايش مكتوب. دروب بانل، دروب بانلز از جيفن ان 824، شنو يعني معادلة خاصة له؟ هذا الحكي اللي قلناه اول المحاضرة، الليميتيشن اي وبي والامتداد والسمك وقدرني قاعد نشيك، يعني ما تقول وذ دروب بانل الى ما شنو. واحنا سوينا هيجي اصلا قلنا الى ما سوينا شيكنا اربع اركانها مو بس تكون واحد. الهامش الاخير رقم اربعة للاج بيم، الان بصراحة قلنا راح اقول بجملة صغيرة لانه راح يكون ان شاء الله موضوع الاجبي. الكود يقول نفس الاسلوب مع الكروم يا مصمم، انت مو كل شيء تشوفه لازم تسوي سلاب بالحافه تقول ايش، لازم تروح تحسب له الفا اف، لازم الفا اف مو اقل من 0.8 يا ما تعتبره بالاجبي، ما هي الفا اف حتى نقارنها ويا 0.8. هذا راح يكون انتهت المحاضرة وانتهت انهي التسجيل. تفضلوا استراحوا، واللي عنده سؤال يقول.